لله هاد الطواف الدار باش يبين القدره ديال النساء، ودعوه دعوه تحفيزيه لجميع النساء المغربيات اللي هما كيتحملوا مسؤوليات كبيره وضغوطات ديال الحياه. جاتني الفكره ديال طواف المغرب من بعد بزاف ديال الانجازات اللي درتها في المسافات الطويله، خصوصا حيت عندي اصدقاء اعلاميين اللي نصحوني باش نقدم الفكره للنادي وتكون مرفوقه ومؤطره وتكون تغطيه اعلاميه. وفعلا بدات هذه الفكره مني تكلمت مع الرئيس ديالي السيد خليل القادمي اللي عاوني بزاف. واليوم كما كتشوفوا عندنا انطلاقه من مدينه المحمديه نحو القرقرات ان شاء الله، دونك موعدنا في الصحراء المغربيه العزيزه. غادي ندير لكم دي لايف من تما، وغادي تكون واحد التغطيه عاوتاني في اخر نقطه من المغرب باش نرجعوا ان شاء الله من الجهه الشرقيه. 8 من مارس اللي غادي تلقاونا في واحد الحفل نسوي كبير باذن الله، وهذا شرف لي انني نمثل المراه المغربيه في هذاك اليوم بالخصوص. صعوبات انا ما كنسميهاش صعوبات، بالنسبه لي هي مغامرات، هي تحديات اللي كنعشقها اكيد. غادي يكونوا اجواء ولا كنسميو حاله الطقس اللي ما غاديش تكون كتساعد، غادي يكونوا رياح، غادي تكون شتاء، نقدر نتصادف مع تساقطات ثلجيه، وهذا بالنسبه لي ما كيديرش لي تخوف نهائيا، فهو داخل في اطار تحديات اللي غادي نخوضها ان شاء الله.